ورجعنا لحضراتكم، وانا ما اخبيش عليكم انا قلبي بشده هناك في الحقيق مع الحقيق، ولاني في الحقيقه انا في الحقيقه شايف ان مساله الحج ومساله هذا الموسم هو فتح وبركه ونور وفرح. ناس كتيره بيعيشوا لما يكون ربنا سبحانه وتعالى فتح علينا بعباده، يعيشوا ان انت لازم تكون العباده دي بمقدار كل ما كان فيها كآبة. احنا بنعيش مع الله سبحانه وتعالى ان هو مان علينا. اه صحيح انا ما سافرتش مع الحجيج، بس انا ربنا مان علي، مان علي وانا هنا، مان علي بايام عرفه، مان علي بالايام العشر، مان علي بطلب العلم، مان علي بان انا اتكلم مع الناس، مان علي ان انا افرح معاكم كمان بيوم الترويه ويوم عرفه. وعشان كده أنا ما شفتش إن في عبادة تيجي إلا بفرح، فلازم نسعد ولازم نذكر الله سبحانه وتعالى. حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما جات الجاريتين بيقولوا ما قالوا، حضرة النبي كان شايف إن ده فرح، والفرح بالعبادة عبادة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وفي إيه ممكن نفرح بيه أكتر من مدد الله بيوم التروية ويوم عرفة؟ وعشان كده اسمحوا لي هيكون معايا ضيفين عزيزين على قلبي، والاتنين من أولادي ومن أحبابي ومن أعز الناس علي، ابني وحبيبي المنشد العزيز الغالي المنشد والقارئ فضيلة الشيخ محمود خليفة. ازيك يا أمر؟ الحمد لله سيدي، والله فرحان. أنا فرح سيدي، كل عام وأنتم بخير. والنهاردة إن شاء الله نفرح بيوم التروية ونفرح كمان بيوم عرف ان شاء الله، واحنا بنستعد له. ومعايا العازف الجليل حبيبي استاذ هاني بدير. ازيك يا استاذ هاني؟ الحمد لله. انت طبعا انا عارف ان من اكثر الحاجات اللي بتستمتع بيها واحنا بننشد مع بعض، واحنا مع بعض. ايوه، تعالوا نبتدي مع فضيله الشيخ محمود ونشوف هو هيسمعنا ايه. هو في حاجه كده بتذكرنا باجواء يوم عرفه او يوم الترويه، وكمان كانوا الناس بينشدوها في الاجواء اللي زي دي. يلا يا شيخ محمود. احملوني إلى الحبيب ودعوني في رحابه أستريح. أنا من شفه الغرام المعنى كواه الهيام والتبريح. يا قائد الجو أنزلني إذا لمعت لعينيك القبة الخضراء والحجر. هناك ألمس شباك الحبيب المصطفى وأستغفر الله حيث الذنب يتفر. بيت قلبي حرم الحب لهم، ها هو البيت وهذا الحرم. بيت قلبي حرم الحب لهم، ها هو البيت وهذا الحرم. قسمة ترسم أني عبدهم، ومن الآثر تجري القسم، ومن الآثر تجري القسم. وابتسامي أن أرى طلعتهم، وعبوسي إنهم ابتسموا.
وابتسامي أن أرى طلعتهم وعبوسي إن هم ما ابتسموا قربوا أو بعدوا أو بعدوا أنا في مجموعها عبدهم أنا في مجموعها عبدهم قربوا أو بعدوا أو بعدوا أنا في مجموعها عبدهم ثبت الله عليهم أنتي وحنيني من جلى بدرهم وحنيني من جلى بدرهم هذه طيبة تزهو بالأمين أشرف الرسل إمام المرسلين هذه طيبة تزهو بالأمين أشرف الرسل إمام المرسلين يا أخا الأشواق كيف الملتقى برح الشوق قلوب العاشقين برح الشوق قلوب العاشقين هل لنا في عودة صادقة ورجاء إنه الحصن الحصين هل لنا في عودة صادقة ورجاء إنه الحصن الحصين أنتم في نعمة سابغة فلتعيشوا في رياض الصالحين فلتعيشوا في رياض الصالحين الله الله يرضى عنك يا مولاي الله يسعدك.